السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بأتم صحة وأفضل حال صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد. اليوم يا أخوان نبي نغير زيت الجير في السوناتا. الزيت الآن ماشي عليه أنا تقريبا حوالي 45 أو 50 ألف. طبعا أنا أحب أغير زيت الجير بدري على أساس أتفادى مشاكل الجير بشكل عام. اللي نحتاجه في تغيير زيت الجير حبة مقاس 24 وتوصيلة على أساس نوصل لصرة التعبئة بسهولة، ونحتاج على أساس سهولة العملية نحتاج مثل هذه الطرمبة. هذه الطرمبة يا أخوان أخذتها من نون قبل تقريبا سنة، غيرت فيها زيت 4 و5 سيارات، موتري غيرت فيها الزيت بالطرمبة هذه، موجودة المقطع في القناة. سعرها في متناول الجميع، تقريبا سعرها حول 60 أو 50 ريال، وممتازة جدا، خصوصا أنها تشتغل على البطارية، يعني ما تحتاج تشبكها فيش وتعب نفسك. يجي معها هوزين، الهوز الأول اللي هو حق الخارج اللي يجي سميك، والهوز الصغير القاسي يدخل داخل الجير. طبعا بنحتاج في هذه العملية علبة لتفريغ الزيت القديم، نوصلها بالهوز بهذه الطريقة على أساس الزيت القديم يرجع يدخل جوا. بنبدأ الآن نفك الصرة ونشغل الطرمبة ووري صرة تعبئة زيت الجير. هذه هي موجودة خلف الماكينة، هذا هو مكان اللي عليها زيت. هنا هذا هو مكانها، حاول اصلها بيدي، هذا هو مكانها. طبعا المهم انك تخلي السياره تبرد على اساس ما تحرك السياره وانت تشتغل. بحبه مقاس 24 وبتوصيله بنقدر نوصل لها بكل سهوله. ببدا الان الفكرة. الان يا اخوان بعد ما فتحت صره التفريغ او صره التعبئه معليش، بحشر اللي هذا داخل الصره وبشغل الطرمبه. بس بدخل اللي جوا، ومهم جدا ان اللي يوصل لاخر نقطه في الجير. دخل اللي لين خلاص ما عاد تقدر تدخلها اكثر من كذا. الآن يا أخوان دخلت اللي داخل صورة التفريغ، بشبك الطرمبة، أشبكها في الموجب والسالب. ومهم جدا أنك تكون حاطن لي التفريغ في علبة أساس ما ينكف في الأرض، وكذا أكون شبكت الطرمبة. الآن بشغلها وتشوفون الزيت يطلع معكم. بسم الله، شوفوا بسم الله، شوفوا لون الزيت. طبعا الزيت هذا ماشي عليه تقريبا حوالي 50 ألف. شوف لون الزيت، يعني يعتبر جديد نسبيا. طبعا الزيت اللي نستخدمه هو زيت كيكس الكوري، زيت ممتاز تخليقي بالكامل، جيد للسيارات الكورية، لأغلب السيارات. كل ما قام تطلع الصوت هذا طرمبة، حرك اللي عشان تمسك زيت. شوفوا لون الزيت يا أخوان بعد ما مشى تقريبا 50 ألف، اللون تقريبا جيد نوعا ما. شوفوا مايل على الحمار، معناته أن الزيت فيه عمر. بس الأفضل أنك تغير زيت الجير وقت مبكر على أساس ما يتضرر عندك الجير. الآن بأسحب الزيت بالكامل لحد ما يطلع معي ولا نقطة، بعد ذلك برجع. طلعت معي هنا تقريبا حوالي 4 لتر، وهنا طلع معي حوالي النص لتر. طبعا كيف تعرف الكمية اللي ترجعها في الجير؟ الكمية اللي طلعت معك رجع نفسها. كيف تقيسها؟ عندك أكثر من طريقة، لكن أفضل طريقة إنك تأخذ علبة زيت قديمة اللي فيها أرقام وتقيس بها، تفضي الكمية هذه وتقيس بها في واحدة من العلب وترجعها. هذه هي أفضل طريقة لترجيع أو قياس كمية الزيت اللي ترجع. أبا أصورها هنا يا أخوان، العلبة مسوي عليها علامة على 1 لتر، وهذا الزيت القديم. بعبيها إلين توصل 1 لتر، وكذا أعرف إني أحتاج أحط علبة. وعلى هذا الموال الزيت القديم اللي عندك فرغ إلين تشوف. طبعا ما هو لازم دقة 200%، يعني عادي، ترى زيادة بسيطة نقص بسيط، ترى ما هو بضار. بس ما هو بتتنقص لي نص علبة ولا تزودي نص علبة، لا يفرق، يعني زيادة بسيطة 10 ملي 15 ملي ما في مشكلة. الحين عبيت 1 لتر، نقص من العلبة هذه 1 لتر. برجع أفرغ الزيت القديم هذا في علبة ثانية وبرجع أقيس أشوف كم طلع معي وأحط نفس النزه الجديد. هذه العلبة الأولى وفرغناها، بسم الله. بنبدأ الحين على نفس هذا الموال على أساس أخلص من جميع الكمية اللي موجودة معي. هذه العلبة الأولى، وارجع أقيس الحين مرة ثانية أشوف كم علبة بالضبط وأحط زيت. خلصت جميع الجراكل الموجودة، طلع معي آخر علبة تاخذ 600 ملي
او 600 وزياده، فابعبي 4 علب و700 ملي على اساس اكون دقيق، او 4 علب و600 ملي، فرق بسيط ما راح ياثر ان شاء الله. نفس الكميه طلعت معي قبل. طبعا اللي بيسال هل الجهاز هذا والطرمبه هاي تسحب جميع الزيت اللي موجود ولا باقي زيت، سويت تجربه انا في اليوتيوب ونزلتها في مقطع برفق لكم في الديسكربشن، سحبت بالطرمبه بعدين فتحت السره ما طلع ولا قطره زيت، معناته ان الطرمبه هاي تكفي وتوفي. المقطع بحط لكم في الديسكربشن اذا حاب تشوفه. انا متاكد الحين ان الزيت فاضي تماما لاني حركت اللي اكثر من جهه في الجير، ما طلع معي ولا قطره. الان بحط نفس الكميه، طلع معي 4 علب وتقريبا 700 ملي، 4 علب و700 ملي بحط. طبعا في ناس يقولون لا حط بعدين قس بالعيار، دام اللي طلعته انت من اول مره اخذت فيها السياره الكميه اللي طلعتها حطيت زيها، ما تحتاج تستخدم العيار الا اذا كان عندك تهريب، بعد هذا شيء ثاني. لكن اتكلم اللي ما عنده تهريب، موتر سليم ما في شيء، ما يحتاج انك تستخدم العيار. نفس الكميه طلعت، حط بالزيت الجديد نفسها. طبعا الزيت هذا زيت كيكس الكوري، زيت غني عن التعريف صراحه. ميزته اللي انا مخليتني افضله انه زيت تخليقي بالكامل، فولي سينثيتك، زيت تخليقي بالكامل، مواصفاته عاليه ويقبل هونداي وتويوتا وجي ام، يعني اغلب السيارات. شوفوا المواصفات هنا، هونداي وكيا وجنرال موتورز وفولكسواجن واكثر من شركه، واعلى مواصفات وتخليقي بالكامل، زيت كوري، تصنيع كوري، مميز صراحه، وتقريبا افضل المنافسين بالسعر. يعني فيه زيوت ثانيه زي الكومولي وزي الزيوت الغاليه هذه موتل، تقريبا العلبه ب 70 80 ريال، هذا علبه تقريبا ب 40 ريال او ب 35، يعني فرق السعر وفرق المواصفات. هذا احدث منهم بالمواصفات وبتخليقي بالكامل، فهذا مميز صراحه الزيت هذا، وانا استخدمه من اول ما اخذت السياره. الزيت هذا ممتاز جدا جدا جدا، هذا تقريبا ثالث مره اغير فيها زيت الجير. غيرتها اول مره على 60 او 65 الف، ثاني مره غيرتها على 115 الف، ثالث مره اللي هي الان على 150 الف. اخوان زي ما تشوفون عبيت 4 علب، باقي العلبه الخامسه بحط منها تقريبا 600، بين 600 و 700 ملي اساس اكون نفس الكميه اللي طلعتها، بين 600 و 700 ملي، وبكذا اكون انتهيت. بعد ما اخلص سكر سره التعبئه، سكرها باحكام، نظف المكان وخذ السياره بلفه سرعه متوسطه وعيش حياتك، حافظ على الجير اساس ما يخرب عندك وتبلش بعدين. فشكرا على المشاهده، اذا عجبك المقطع سوي لايك وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك.